ما يجي قدوس برانسيبال
كوميديان سي با دو ديال وي تي واحد هو تي شاع هو يعلى نور جيتار ريفيس جيتار ريفيس هو يعلى نور ودي سعد تو شاع خربتو مرة خربتو مرة لكن حني ألف صوتي أنا ماني عرز ماني عرز عذير يا ناس عذير بيتني الخوعات ناشي خساغ عذير نكيبو أنا نتاج من هم مارت كنا مارت كنا مارت لي بون لي بون انا كي بون عذر نلعب ما رقي بون والو كسر الشي وين والو كسر عذر كي بوتا زك شي عاد شي وين والو باش شي مره شي انا ما السبب عاوز شنو غير قاعد زيد كي بون شي جا شي عاد جن غير سر عذرنا مشينا كسر الشي وين وين كان كسمتين واش شنو ويا رز ماروني باسكيت دا زي باسكيت ماري عاد نلعب باشمان غريب السبت المهم فهم زبط كاسد الشغل فمي غير تكملت السنت مع الشغل زبط كاسد الكتير سمشينا فمي غير كملت سمشينا من بعد كاسد الشغل باشمان إحني بالنسبة لي عندي مشاكل قاعدة تعاني الدنيا تابع هاي بول مشاكل زعما كل شيء مشينا خصانت واحنا خصانت مع الدريف وانت عدر تكلف زي سنين ولكن شي نهج من الخلاق نجحش لا مش بره في من بره بالنسبة لي ومانو ضبي قلنا بأنه قد تثنى تسمى بس ما بيدي انتي بالنسبة لي هو مولاندا واخر مولاندا فيروس مولاندا واخر وغسل ميس غا كنس واه انت غا يعني تتي دروس انت غا رخني تتمشو لابس قانون داخلي من ممكن المصادقة على تقارير خاصة بعمل التسجيل والمعدة من طرف إدارة الملك عملية ويجتمع المجلس الإداري للمركب 4 مرات في السنة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة إلى جانبه المادة 5 إدارة الملك يتولى التدبير الإداري للمركب المدير يتم تعيينه لهذه الغاية من طرف السيد رئيس المجلس الإداري بعد إشارة واستشارة وموافقة أعضاء المجلس. المادة 6 مهام المدير يتولى مدير المركب الإشراف الفعلي المباشر على تسيير الإداري لهذه المؤسسة بمساعدة الأطر والأعوان الموضوعين له إشارة المركب من طرف أعضاء المجلس الإداري حسب تفصيل الذي سيأتي لاحقا ويوكل إليه القيام بالمهام التالية تطبيق برنامج العمل السنوي المصدر من طرف المجلس الإداري وتنفيذ قراراته 1
التنسيق بين الممثل مختلف القطاعات الاجتماعية والجمعيات المؤثرة للمرافق والفضاءات الرياضية. وانا عارف شنو كان الله لا يكشف لنا المحلية ولا المشكل وكان عندهم الموت قطع هذه 10 ايام لا سوسيو تربوي ديال فرخان هذا هو مركز سوسيو تربوي يا سيدي ايوا دابا يلا تاشو دابا خلينا ما حلوش مشكل على البلديه دابا يبقى على البلديه